في ولاية جابس محطة تحلية مياه البحر بالزارات. هذا المشروع الذي انطلق منذ سنوات وشهد بعض التعطل بلغ في الآونة الأخيرة مراحله الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم استغلاله قبل نهاية السنة الحالية. كما تشوفوا محطة أشرفت على النهاية، إن شاء الله ما عدلش برشا، إنجاز هام وهام جدا، وإن شاء الله احنا حتى التوسع قاعدين نخموا فيها من توا، لأنه نظرا للشح المائي يلزمنا ندعموا المشاريع هذه كسوا في مدنين ولا ممكن حتى في ولاية أخرى، فما حتى محطة أخرى مبرمجة إن شاء الله في زرزيس، واحدة في المهدية، وإحنا إن شاء الله ناويين حتى الماء الصالح للشرب الكل نأمنوه من المياه المحلات. مشروع تحلية مياه البحر بمدينة الزارات بطاقة إنتاج أولية تقدر بخمسين ألف متر مكعب يوميا، من المنتظر أن يتم استغلالها أكبر في السنوات القادمة لتصل القدرة على إنتاج الماء بمئة ألف متر مكعب يوميا بطاقات وكفاءات تونسية. كما تشوفوا كل شيء في بلاصته، نزلت ممكن اللمسات الأخيرة نتاع قنوات الجلب ونتاع المياه البحر، إن فوا تكمل هذه مفروض شوية وقت باش تتنظف وتتنظم الأمور وتشتغل المحطة إن شاء الله. مشروع محطة تحلية بتاع الزهرات مشروع يمول ولاية تطاوين، ولاية جابس، ولاية مدنين، بطاقة إنتاج 50,000 متر كوب في اليوم، قابل للتوسع 100,000 متر كوب في اليوم. طاقة الإنتاج 45% ماء محلات و55% كثر من غرام يقع ورجع على البحر. هذا المشروع من المنتظر أن يمثل الإضافة النوعية إلى جانب ما قدمته محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة التي تستهدف ولايات الجنوب الشرقية التونسية الثلاثة، والمقدر عدد متساكنيها ب1.1 مليون ساكن.